طيب الله أوقاتكم مشاهدنا الكرام، نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وتتابعنا فيها. تكتل القوى الديمقراطية يقول إنه متمسك بالممهدات التي تقدم بها إلى المنتدى كشرط لدخول الحوار السياسي المرتقب. أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية يحتجون أمام قصر العدل بنواكشوط قبيل مثول قيادات بالحركة أمام المحكمة. عشرة الطلاب من كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا يحتجون من جديد أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت مصادر من داخل حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتولى رئاسة الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن اللجنة الدائمة للحزب قررت في اختتام اجتماع عقدته يوم أمس تمسك الحزب بما سمته ممهدات الحوار التي بعث بها سابقا إلى المنتدى كشروط أساسية للدخول في الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. ينتظر أن يمثل اليوم أمام المحكمة بنواكشوط قيادات بمبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا بتهمة الانضمام لحركة غير مرخصة والمشاركة في نشاطات تمس بأمن البلد. إلى ذلك احتج العشرات من أنصار الحركة أمام قصر العدل منددين بمحاكمة زملائهم ومطالبين الجهات المعنية بإطلاق سراحهم. وقايلين للناس كاملين عن هذا اليوم بأيام أخرى كيفته لاهي تتواصل إن شاء الله ويعبروا فيها المستعبدين من أبناء الأحراطين عن رفضهم للعبودية وللعنصرية وعن إصرارهم من نيل استقلالهم وحريتهم وانعتاقهم. داعين الناس كاملة على تلتحق بينا في يوم كهذا وداعينهم كامل للنضال السلمي الحقوقي الشريف من أجل القضاء على الاستعبادين والعبودية وموريتانيا. وقايلين عن السعد والوليد الزعيم السعد والوليد ورفاقه مريم بنت الشيخ وزملائهم اللي هون يحاكموا هم مجرد نماذج بسيطه من ذي الشريحه ذي المستعده كاملها على انها تعود في بلدهم وتحل محلهم من اجل الحريه والعداله والانعتاق. احتج العشرات من طلاب كليه الطب التابعه لجامعه العلوم التكنولوجيا والطب صباح اليوم أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في نواكشوط تنديدا بعدم تعاطي الإدارة مع مطالبهم المتمثلة في إعادة الامتحانات ومنح الطلاب فترة كافية للتحضير. نعم طلاب السلك الأول ومعنا قسم مؤخر من السلك الثاني اللي هي بي سي ام جايين هنا معدين الوقفة قدام وزارة التعليم العالي اللي هي الوزارة الوكيلة على كليتنا والكليات الأخرى. جايين هنا ياك نأكدوا مطالب من المشروع اللي فينا طرحنا والأسبوعين كروها. أسبوعين كرهوا ورغم ذلك وعد الامتحان مع انه داخله بنسبه غير معتبره غالبيتها من الاجانب والله مولي من الناس اصحابنا احنا نعرف انهم عليهم ضغوط. نحن اللي هي بقات 300 طالب القدام ما دخلت. نحن عندنا مطالب بسيطه جدا ما تحتاج قاع من تصعيد مشاكل وهذه غالي الاداره قبضت المرده انها براد فير بين التلاميذ هي الاداره. احنا مطالبنا بسيطه جدا نحن كان عندنا ميسيونير واخر باسبوع ذاك تخار تتحمل الاداره، نحن ما نتحمل مسؤوليته، مع ذلك الامتحان تم لا في وقته ولا ذكاء، معنا ما جبرنا بيرود ريفيزيون كافيتنا ياك ناسيميلو، كلات الفات وجاونا، طالبين بكل بساطه انها تعطانا الوقت اللي خسروا ميسيونير اللي ما جا في وقته، طالبين انه يعوضنا. من ناحيه اخرى انتهت امتحانات كليه الطب بجامعه العلوم والتكنولوجيا والطب وسط مقاطعه يصفها البعض بالواسعه من طرف الطلاب للامتحانات احتجاجا على عدم تلبية الإدارة لمطالبهم. انتهت الامتحانات إذن، لكن أزمة الطلاب والإدارة لما تجد بعد طريقها للحل مما جعل البعض يصف مستقبل الملف بالغامض. تفاصيل أوفى نتابعها في سياق التقرير التالي. غموض يلف مستقبل جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب الوليدة إثر التداعيات المتصاعدة الناجمة عن أول احتكاك بين الطلاب وعمادة كلية الطب منذ تدشين الجامعة مطلع العام الدراسي الجاري 2014-2015. جذور أزمة كلية الطب بين الطلاب وعمادة الكلية تعود إلى ما قبل 3 سنوات حيث خاض الطرفان مواجهة شديدة انتهت بفصل عدد من الطلاب ممن حصلوا على أعلى النتائج في الامتحانات
ومن جديد يسفر الإضراب عن فصل طلاب بالكلية ثم مقاطعة واسعة للامتحان من قبل الطلاب، إلا أن الإدارة على ما يبدو أصرت على أن يتواصل الامتحان رغم أن مقاطعيه من طلاب الفصول المعنية بالإضراب بلغوا حوالي 60% بإقرار من الإدارة نفسها. الإضراب الجديد يأتي كما يقول الطلاب ردا على رفض الإدارة التعاطي مع مطالب يصفونها بالمشروعة، ويقولون إن التأخر في تدريس المقرر وتأخر الأساتذة الزائرين من الخارج يفرض تأخير الامتحان لمنح الطلاب فرصة للمراجعة، وهو ما ترفضه إدارة الجامعة وعمادة الكلية معززتان بتصريحات من وزير التعليم العالي، وبحجة أن الطلاب ليسوا من يحدد توقيت الامتحان. تداعيات الأزمة القائمة في كلية الطب وأمام غياب أفق للحوار بين الطلاب وعمادة الكلية والهوة القائمة بين الطرفين منذ إنشاء كلية الطب قبل سنوات تعزز المخاوف من فشل تجربة الجامعة الوليدة القائمة على كليتين اقتطعتا من جامعة نواكشوط الأم. انطلقت بالعاصمة نواكشوط أعمال الدورة 14 للجنة المغاربية المكلفة بالموارد البشرية في اتحاد المغرب العربي، وقد عبرت الوفود المشاركة في هذه الدورة التي تأتي في ثاني أيام ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي على تشبث الشعوب وحكومات الدول المغاربية بمسعى استكمال بناء الاتحاد وتذليل العقبات أمام حلم الأجيال المغاربية بالوحدة. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. أمل جديد لبناء الاتحاد المغاربي عبرت عنه الوفود المشاركة في اللقاء 14 للجنة الوزارية المكلفة بالموارد البشرية، والتي تعقد لقاء على مستوى الخبراء من أجل دراسة سبل تعزيز التنمية البشرية في دول الاتحاد. ويدرس اللقاء وثائق تحضيرية للقاء وزاري سينعقد الجمعة المقبل في نواكشوط من أجل فتح آفاق جديدة للعمل المغاربي المشترك. المغاربي هو هدفنا جميعا ومطمح شعوبنا، هو خيار استراتيجي لضمان مواجهة التحديات وتحقيق النمو والرفاهية لشعوب البلدان المغاربية، وعليه فإنني أدعوكم إلى تنسيق الجهود وتكثيفها لتنمية الموارد البشرية بالمغرب العربي، ذلك أن المنافسة تقتضي التركيز على العنصر البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لمواجهة التحديات وتحقيق الرهانة. ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة نشاطات اللجنة الوزارية المختصة المكلفة بالموارد البشرية باتحاد المغرب العربي منذ الدورة الأخيرة. النقطة الثانية، العمل على وضع سياسة مغاربية مندمجة ومتكاملة لمعالجة قضايا الشباب واهتماماته، استرشادا بالدراسة المنجزة من طرف الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وكذلك ببيان تونس الصادر عن الدورة الخاصة لمجلس وزراء الشباب والرياضة المنعقدة في الفترة من 15-17 شهر مايو 2013. وتعتبر لجنة الموارد البشرية التي أنشئت بقرار من مجلس رئاسة الاتحاد في دورته الأولى في تونس 23-1-1990، حيث تم تحديد اختصاصاتها في العمل على تنمية الموارد البشرية في 15 مجالاً من أبرزها التعليم والثقافة والإعلام والتكوين والبحث العلمي وشؤون الجاليات المغاربية. ويخول قرار مجلس الرئاسة لهذه اللجنة صلاحية إنشاء مجالس وزارية قطاعية للاستفادة منها في أداء المهام المنوطة بها. اختتمت بالعاصمة نواكشوط النسخة الثالثة من صالون التشغيل المنظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع اتحادية الخدمات والمهن الحرة. وقد شهد اليوم الأخير من أيام النسخة الثالثة تنظيم بعض ورشات العمل وفتح الفرص أمام العاطلين عن العمل للتسهيل من أجل الظفر بالعمل في بعض الوظائف الصغيرة لدى عدد من المؤسسات المشاركة. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. اليوم الثاني والأخير من أيام النسخة الثالثة لصالون التشغيل في موريتانيا تضمن بعض ورشات النقاش حول واقع البطالة وسبل تجاوزه، كما شهد عروضا وفتح فرص أمام الشباب العاطلين عن العمل للتسجيل عسى أن يحصلوا على عمل ينهي البطالة التي يعانون منها، وإن لم ترق للبعض تلك الطريقة على اعتبار أنه سبق وأن جربها ولم تجد أي شيء. جيت هنا لصالون دالامبلوا نشوف هاي نسخته الثالثة،
شوفوا ايش لا يطري المرات السابقه ما 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 عدل شذوكم الموس على ارض الواقع. ايه وذي المره نتحراو نشوفوا كان نجبروا فرص جديده لطلبه حمل الشهادات، وجينا هون وجبرنا الوكاله قدامنا والوكاله نعرفوها اصلا، ومعدنا هون فضاء طالبي العمل، ونحن فتنا طرحنا عندها سيفياتنا هو كشهر بالمقر الرسمي وطرحنا عندهم اللي هون. آخرون يرون في صالون التشغيل الذي أضحى ينظم بشكل سنوي في موريتانيا فرصة ربما لامتصاص البطالة التي تجتاح مئات الشباب الموريتاني من حملة الشهادات، فالصالون يشكل لهم بصيص أمل في الحصول على منصب الشغل. وياك يعودوا اللي هم الآخرين كلهم عندها باز دوني الناس اللي مثلا ما فات اشتغلت ياك إذا تأخرقوا أي فرصة للعمل يعيطوا لهم. وحسب ظني بعد أنا نقول على أن هذا المعرض كان مهم ومتميز يا غير بعد يال سعود اللام الموس. وقد تزامنت أولى نسخ صالون التشغيل في موريتانيا قبل حوالي 3 سنوات مع ميلاد تجمع شبابي يضم عشرات الشباب من حملة الشهادات العلمية العاطلين عن العمل، وما زالت أعدادهم وفق ما يقولون في ازدياد مستمر، ما يؤشر وفق نظرهم على عدم نجاعته وبالتالي ضرورة إعادة النظر فيه. نظمت رابطة النساء معيلات الأسر ورشة حول ظواهر الانخفاض والزواج المبكر، وذلك بالتعاون مع الكندي. ويقول منظم هذه الورشة إنها تأتي للتحسيس بما وصفوه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن ظاهرة الزواج المبكر. احنا اليوم اتياها نطلق حملة على كافة الوطن للقضاء على هذه الممارسات اللي في الحقيقة ضارة صحيا وضارة اجتماعيا وضارة اقتصاديا ولها انعكاسات للمرأة وعلى صحتها وعلى الطفل، وبالتالي انتهاك سافل لحقوق الإنسان. هذه الورشة التي بالتعاون مع السفارة الكندية وذاه نقوم بها على كافة الوطن، وفي الحقيقة الدولة عندها فيها دور هام، ورحبنا في هذا المجال ذا وبالتعاون الكندي وبوزارة المرأة الموجودة هون ومديرة الأسرة، وهذا في الحقيقة عمل نختار نقوم به من أجل القضاء على هذه الممارسة. يشكو البحارة في نواكشوط مما يصفونها مضايقة اليد العاملة الأجنبية التي يقولون إنها أضحت تزاحمهم على مصدر قوتهم الوحيد، ويطالب هؤلاء البحارة السلطات الموريتانية بإنصافهم ومنحهم الاهتمام المستحق. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. يوم من أيام البحارة السعيدة، هذا ما تقوله شباكهم وزوارقهم التي تعلو انتصارا وانتشاء بوفرة الصيد لهذا النهار. إلا أن تفاؤل البحارة ينغصه واقع تختلط فيه معاناة ركوب أمواج البحر والخطر والأجنب الذي تسيد وزاحمهم فيما يجود به بحرهم ذو المياه الزرقاء. ما أن شاب نشد لنا مذيول الزيترانجي مضايقنا في لقمة العيش ومزاحمنا للشاطئ ومزاحمنا في المرصة ومزاحمنا في كل شيء أسوأ وشنو سمعت وإحنا قل الواحد في ما ناكل أي طرفنا واحد ما عنده بلومي ويقدر يخش الماء. ولئن كانت المقولة الذائعة الصيت التي تقول إنه لا رجال إلا رجال البحر، فللنسوة هنا موطئ قدم لا تخطئه العين من بيع للسمك وانتظاره لساعات، لكنهن يطالبن بلفتة من السلطات. نحن إليات هنا تستغلوا عند البحر ذترانا عاد نسروا زيجيب اليوم با اليوم عاد نسروا زيجيب من يايبو 5000 عاد نقسموا نحن إليات نحن ذتران وطابين مول نختير كان عرايس تخرج طابنا. تراتيل نفوس البحارة وإن لهجت بها الألسن بمطالب ما زالت نقطة على سطر الانتظار لا يجدون سوى تأكيدها من جديد. من وقت الدولة تعرضنا لنا مشاكلنا تعدلنا أمورنا، واحد من يعود يختار يشتغل يقرر ما يقدر يشتغل بقاسته ما عنده المادة، المادة قلت لا من البحر والبحر اللي يعود قدمته ما عندك فيها شيء، ما عندك فيها حول ولا قوة، لا نجي تجيبها تشريها، لا يجي واحد آخر ما هو جاي من بلاد يجي يشريها من دون ذا.
انت اصبح ما عندك 10000 ما عندك 10000 تعطيها ووفر اللي يمشي بها ولا قدله ولا مصير ولا محسوب سب وحده واحنا حاسبين الناس وحاسبين الرجال والدار تحرانه وحده البحر من يستودعونه أترحهم ويقاسمونه أفراحهم ويستكينون على شطآنه لساعات شواء بحري النكهة. إذن بتقرير الزميل الداهي يعقوب نصل لآخر عناصر هذه النشرة، أعود بكم على بدء وأذكركم بأبرز ما ورد فيها من عناوين. تكتل القوى الديمقراطية يقول إنه متمسك بالممهدات التي تقدم بها إلى المنتدى كشرط لدخول الحوار السياسي المرتقب. أنصار مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية يحتجون أمام قصر العدل بنواكشوط قبيل مثول قيادات بالحركة أمام المحكمة. عشرة طلاب من كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا يحتجون من جديد أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بعد قليل مشاهدينا الكرام تتابعون إعادة حلقة يوم أمس من برنامج المشهد، وتناقش موضوع اتحاد المغرب العربي وحلم الوحدة على ضوء حلول لذكرى 26 على تأسيسه. الثانية موجز إخباري، متابعة مريحة، دمتم بأمان الله.